اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن في فقرتنا ديت هتبقى فقره مهمه جدا جدا. كنت لسه قبل الفاصل بكلم حضراتكم عن موضوع التطوير وعن تطوير الكره المصريه، وما بين قوسين تطوير اللاعبين وتطوير المدربين. ده شيء مهم جدا بيسعى ليه دلوقتي الاتحاد المصري لتطوير المنظومه التدريبيه في مصر بشيء يعني علمي وبشيء مميز. وعشان كده كمان معانا النهارده يعني واحد مش غريب عن النادي الاهلي، وعاش في النادي الاهلي وكان ليه طبعا تجربه ناجحه جدا جدا مع النادي الاهلي من خلال الاداره الفنيه، راينر هولمان المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ودلوقتي هو كمان المدير المسؤول عن تطوير المدربين في الاتحاد الالماني لكره القدم. هير هولمان، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا لاستضافتي. طبعا احنا سعداء بوجودك معانا، وانا على المستوى الشخصي كمان سعيد بوجودك معانا هنا في قناه النادي الاهلي، كمان احد البيوت اللي زرتها وكان ليها تاثير ايجابي جدا على المستوى الفني. هير هولمان، هل يعني لسه متابع الكره المصريه بشكل او باخر؟ بكل تأكيد نعم، أنا أتابع دائما الكرة المصرية والدوري المصري وأتابع الهايلايتس، ماذا يحدث، ما هو الشيء الإيجابي والشيء السلبي، وأتابع ذلك بدقة وبكل سرور، وأتابع دائما مع عائلتي وأصدقائي الألمان، وأتابع دائما ولي علاقات وكونتاكتس دائما مع زملائي هنا في مصر. أكيد طالما متابع أكيد شفت مباراة أو تابعت مباراة النادي الأهلي أو مباراة القمة على مستوى الكرة المصرية ما بين النادي الأهلي والزمالك، شفتها إزاي؟ ده سؤال. وكمان شايف خطوات النادي الأهلي في السنوات السابقة كان ماشي إزاي، ورؤيتك للمستقبل بالنسبة للنادي الأهلي؟ أنا مندهش تماما من أداء النادي الأهلي في هذا الوقت. أتابع بكل تأكيد ما يحدث في الكرة المصرية وأتابع الأهلي. أنا لم أشاهد المباراة بشكل كامل، شاهدت بعض المقتطفات وبعض نعم، أنا أرى أن الأهلي ما زال فريقا قوي ويمتلك قدرات ولاعبين ذات قدرات خاصة بكل تأكيد. هير هولمان، طبعا أكيد أنت كنت موجود هنا في الكرة المصرية، وكان بنتكلم على عصر يمكن جميل للكرة المصرية بشكل أو بآخر. دلوقتي في طبعا الاتحاد المصري اعلن الاسبوع اللي فات ان هيكون في تطوير لمستوى المدربين المصريين. عايز اعرف التجربه الالمانيه من خلال تواجدك دلوقتي في الاتحاد الالماني، ما المخطط للاتحاد الالماني رغم ظهور عدد كبير من المدربين الالمان على راسهم يورجن كلوب وتوخيل؟ ايه كمان الخطه المستقبليه لتطوير المدربين الالمان اللي انت يعني مسؤول عنها بشكل اساسي وبشكل كبير؟ المدربون الألمان فعلا أتابعهم، نعم إنهم مثقفون تماما، هناك تدريس وتثقيف وتعليم بشكل مستمر في مدينة كولن. أنا أشرف بنفسي على هذه المنظومة وهذه الخطة. المدربون الألمان فعلا على مستوى عالي لأنهم يتابعون مسار التطوير لكرة القدم ويعملون على تطويرهم بشكل مستمر. على سبيل المثال نأخذ بعض المقتطفات، مثلا في أحد المباريات بمشاركة محمد صلاح، ونحلل ذلك ونرى ما
المميزات، أين الكون نقاط القوة، أين نقاط الضعف، وأن نأخذ ذلك كدرس ونتعلم ونثقف المدربين ونثقفهم كما ذكرت. أيضا نفس الكلام يطبق أيضا على اللاعبين هنا في ألمانيا، ليس فقط لاعبين مجرد أنهم يمارسون لعبة كرة القدم، نحن نثقفهم أيضا ونتابع ذلك معهم بكل تأكيد. هناك خطة واضحة كيف نعمل على تثقيفهم ونفهمهم تعاليم وأساليب كرة القدم الحديثة. ليس كل شيء يعني بمثابة الشيء الأمثل أو المثالي، هناك بعض السلبيات نعمل عليها ونعمل على تطويرها من وقت لآخر. بكل تأكيد، وهذا يساعدنا في التطوير وفي تحقيق نتائج إيجابية بكل تأكيد. أكيد طبعا. أنا عايز كمان أعرف منك، لأن ده مهم جدا إن احنا كمان في مصر هنا نعرف إزاي بنيتوا قاعدة كبيرة جدا من المدربين ما بين قوسين، مش هقول الشباب لأن معظمهم يعني عندنا هنا في مصر بنقول عليهم شباب، ولكن صغار السن، يعني في مدربين كبار على مستوى الإدارة الفنية لبايرن ميونخ، في مدرب جرينزمان عنده 37 سنة، في كمان على مستوى المنتخب الألماني هانز فليك. كيف استطاع الاتحاد الألماني تطوير وتوسيع قاعدة المدربين الألمان بهذا الشكل خلال السنوات الماضية؟ أنا أعتقد هنا في ألمانيا الأمر مختلف تماما عن بلاد أخرى. المدربين يبدأون بأعمار معينة، لكي يصبح مدرب لابد أن على الأقل بعد 21 عاما، عندما يصل 21 عاما هناك مدربين يبدأون مبكرا جدا. بكل تأكيد، هو على سبيل المثال ينضم إلى خطة، هذه الخطة نضعها هنا طبقا للاتحاد أو تابعة للاتحاد الألماني وتابعة للبوندسليغا الألمانية، ونخرج كوادر لتدريب الفرق الناشئين بداية من 21 عاما على سبيل المثال، فريق الشباب في كل الفرق في بايرن ميونخ وغيرها من الفرق، وبعد ذلك يقومون ببعض عمل التدريب، ولكن ليس بشكل رسمي، كل ذلك تحت التدريب لأننا نتابعه ماذا يفعله بشكل جيد وإيجابي، ما يقدمه بشكل جيد أو ما يقدمه بشكل سلبي، نعمل على ذلك، نتابع ذلك نحن ونقيم أداء المدربين قبل أن نعطيهم الرخصة الرسمية لكي يصبح مدرب. الأمر ليس سهلا هنا في ألمانيا، وهذا من وجهة نظري هو احترام، وهذا ما نراه من تقديم كلوب وتوخل على سبيل المثال، وجودهم على الساحة وهم يعتبرون ويعدون من أقوى المدربين في العالم ودائما على مستوى عالي. وهذا سبيل المثال هانز فليك أيضا مدربنا، مدرب المنتخب الألماني، مدرب المانشافت، وكان مدرب سابق للبايرن ميونخ. رأينا هذا، هذه هي الخطة التي نعمل بها هنا في ألمانيا. خطة أكثر من رائعة طبعا، وكان من نتاجها طبعا يوجن كلوب وتوخل وغيرهم من المدربين الكبار، وانت كمدير فني كبير وكان عندك يعني خبرات كثيرة جدا جدا بالنسبة للكرة المصرية والكرة العربية بشكل كبير. هير هولمان، ما ينقص اللعيب المصري للاحتراف في أوروبا؟ أنت كنت متواجد فترات طويلة في مصر وشفت اللعيبة المصرية، ولكن مع وجود محمد صلاح أصبح الأمل كبير جدا في خروج لاعبين مصريين. من وجهة نظرك الفنية ووجهة نظرك الشخصية، إيه الذي ينقص اللعيب المصري للاحتراف في الدوريات الأوروبية وخاصة التوب 5 ليجز الدوريات الكبرى؟ اللاعب المحترف لابد أن يمتلك أمور كثيرة، الفتنس على سبيل المثال، اللياقة البدنية العالية، المنتاليتيت العقلية، الالتزام، يتدرب بشكل جيد ويكون ملتزم ويسمع ويتابع ويطور نفسه من وقت لآخر، المستوى الغذائي أو البرنامج الغذائي، ينام أيضا بشكل
كويس طبقا لبرنامج موضوع لابد أن يلتزم بكل هذه الأمور لكي يطور نفسه من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية وأيضا من الناحية الفنية. كل هذه الأمور لابد أن تكون متواجدة في اللاعب المحترف. هنا في أوروبا ترى اللاعبين يمتلكون كل هذه القدرات. حضرتك كابتن هاني رمزي، حضرتك لعبت هنا في البوندسليغا واحترفت لمدة طويلة وتعرف ذلك جيدا كيف تصبح لاعب محترف. لابد أن تمتلك كل هذه القدرات، لابد أن تعمل على نفسك وتطور نفسك طبقا لهذه أو لهذا البرنامج وتحضر نفسك بشكل كويس جدا. يعني برضو من خلال وجودك في مصر، هل اللاعب المصري ينقصه الكثير مما قلته دلوقتي من على حتى مستوى التطوير البدني والنفسي؟ هل ما زال اللاعب المصري يفتقد لهذه الصفات ليكون لاعبا محترفا في الدوريات الأوروبية؟ اللاعبون المصريين يمتلكون ذلك من وجهة نظري. عندما كنت مدرب للنادي الأهلي كنت أمتلك لاعبين، وكان عندنا لاعبين يمتلكون قدرات رائعة ويلعبون في المنتخب المصري في هذا الوقت. ليس هذا يعني أن هناك لاعب مقصر أو لا يمتلك هذه الصفات، فإذا كل اللاعبون أيضا مقصرون أو لا يمتلكون هذه القدرات ليصبحون لاعبين محترفين. عندكم في مصر تمتلكون أيضا لاعبون رائعون على مستوى عالي، وهذا انعكس بكل تأكيد على النتائج عندما كنت مدرب مع النادي الأهلي. صحيح. طيب على مستوى، لو كنا بنتكلم على مستوى الاحتراف ومستوى الانتقالات بالنسبة للماركاتو الصيفي، عايز أخد رأيك برضو هير هولمان، انتقال ساديو ماني من ليفربول ووجوده في البوندسليغا، ما أثره على البوندسليغا؟ وهل بدأ البوندسليغا أو بدأ الدوري الألماني في استقطاب بعض اللاعبين الأفارقة ذو المستوى العالي في الفترات القادمة؟ رؤيتك إيه لانتقال ساديو ماني لبايرن ميونخ الموسم القادم؟ أنا أرى أن ذلك شيء رائع، وهذا فعلا يعكس بكل تأكيد، هذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة. ما دفع في ساديو ماني هذا مبلغ أيضا كبير، قد يصل أيضا ل 40 و70 مليون يورو. أو عندما رأينا أيضا لاعبين انتقلوا من فرانكفورت أو دورتموند لمان سيتي، هذا هالاند أيضا رأينا هذا ترانسفير. أعتقد أن الفرق الكبيرة مثل بايرن ميونخ يمتلكون مثل هذه القدرات وهذه الأموال لحضور وتدعيم صفوفهم بصفقات كبيرة. هير هولمان، رؤيتك في المنتخب الألماني من خلال كأس العالم القادمة، هل المنتخب الألماني قادر للوصول لأبعد نقطة والوصول للمباراة النهائية، أم لسه قدام بعض الخطوات؟ يمكن طبعا أكيد بعد كمان خروجه من الدور الأول في 2018 وظهوره في اليورو، هل المنتخب الألماني جاهز لكأس العالم والوصول لأبعد نقطة؟ أنا أعتقد أننا نمتلك لاعبين ومنتخب قوي يمتلك بعض اللاعبين ذو الخبرات، لاعبين كبار في السن نعم، ولاعبين شباب. هذا يعكس البالانس والقوة. أعتقد دائما نمتلك لاعبين رائعين. المنتخب الألماني مع هانز فليك أعتقد أننا سنؤدي في قطر أداء رائع. أعتقد قد نصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، ونمتلك قدرات قوية أيضا تمكننا من الوصول لنتائج رائعة في الكأس العالم القادم. كل التوفيق طبعا ليك على المستوى الشخصي. أنا سعيد جدا أنك كنت ضيف معنا هنا في شاشة قناة النادي الأهلي، هير هولمان المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، أنا أيضا أشكركم وتحياتي لكم، مع السلامة. شكرا. شكرا جزيلا. هنناقش كل اللي قاله هولمان، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نناقش
كل القضايا اللي قالها هولمان للكرة المصرية مع ناقدنا الرياضي سعيد علي.